بعض هو منطق الأمن، يعني حماية السلطة والأمن ينخفض إلى مجرد حماية أمن النظام وأمن السلطة وليس الأمن الوطني، لأن الأمن الوطني واضح أنه نحن مهددين ونحن نتراجع في هذا المجال. لكن أن تلحق مصير شعب كامل، نشاطاته الكاملة، مشاريعه الاقتصادية، مشاريعه الفكرية، مشاريعه الإعلامية، أن تلحق جميع ذلك بضرورات الأمن، معناته أنت قتلت شعبا كاملا، لم تسمح له بأن يتطور. وهذا مصدر من مصادر الإحباط، هذا المصدر الرئيسي من مصادر الإحباط على الأقل لدى جزء كبير من النخب السياسية والنخب الثقافية، بإضافة إلى الإحباط الذي يثيره نمط من التنمية قائم فعلا على تجميع المال في أيدي محدودة. نحن ما نعيشه في مجتمعاتنا ويثير الإحباط هو الاحتكار والوصاية، مجتمعات قائمة على احتكار الموارد، احتكار الثروة، احتكار القرار، احتكار الفكر، احتكار الكلام، وفي الوقت نفسه فرض الوصاية من قبل مجموعات صغيرة على بقية المجتمع، يعني على 90% من الأفراد. كيف تريد أن يكون هؤلاء، أن لا يشعر هؤلاء بالإحباط والحرمان والتهميش والغضب أيضا؟ ولكن يعني صحيح طبعا هناك دعوة للمشاركة، لن أحتكر الحوار كثيرا لأنني سأطرح الأسئلة على المشاركين، إنما محور آخر ربما رديف هو قدرة المجتمعات المدنية. أولا، هل فعلا هناك مجتمعات مدنية في العالم العربي، خاصة في ظل شئنا ما بين مجتمعات إما طائفية أو عائلية أو عشائرية أو قبلية تسودها يعني علاقات القربة البريمورديالية، إذا أكثر منها من العلاقات المدنية؟ أو كيف ممكن أن نؤمن لمشاركة من هذا النوع؟ هذا في جانب. وفي المجتمع المدني في مواجهة الدولة أو السلطة، يعني هناك مجتمع مدني يتعامل ليس مع مؤسسات الدولة ولكن مع هذه السلطة التي تمارسها الدولة، يعني لن لا يقمع البرلمان ولا يمكن يقمع البنية الأمنية. لو فكرنا قليلا لوجدنا نحن دفعنا الناس إلى هذا السلوك، بقدر ما أغلقنا عليهم باب التعبير السليم والصحيح عن مصالحهم بصورة اجتماعية، فرضنا عليهم أن يختاروا نوع من التضامن القبلي والعشائري والمذهبي. كل المجتمعات اليوم، بالعكس أنا أعتقد أن المجتمعات الغربية اليوم أكثر تنوعا، يعني يراد أن يقال أن العرب عندهم عاهة هي التنوع في الثقافي والديني والإثني، هذه ثروة، هذا رأس مال، لكن الأمر يتوقف على كيف ترى النخبة ذلك. نحن اليوم أقل تنوعا من الولايات المتحدة، المجتمعات الأمريكية والأوروبية التي دخلت فيها مذاهب وأديان متعددة، آسيوية وإسلامية وبروتستانتية وكاثوليكية إلى آخره وملحدة، نحن أقل تنوعا بكثير. لكن هناك فرق بين أن أنظر إلى هذا التنوع كجزء من موارد مهمة في وطني، يعني أستطيع كل فئة لديها حساسية مختلفة تنظر إلى الأمور بشكل مختلف، يمكن أن تقيم علاقات مع العالم بشكل مختلف، هذا ثروة أنا أشجع، بدل أن أنظر إليه إذا بهذه الطريقة وأسعى إلى أن أستثمر هذا في التطور وأقلص من المراهنات العصبية والطائفية إلى آخره في الصراع السياسي، أخلق أطر سياسية، قنوات سياسية للتعبير السياسي، لا تحيج الفرد إلى الانتماء الطائفي كانتماء سياسي، أقوم بالعكس، نحن نقوم بالعكس. كل المجتمعات لديها تنوع، إنما تحاول أن تفتح آفاق تجمع بين الناس ولا تركز على هذا التنوع، بالعكس تركز على قضايا الوحدة، قضايا التنمية، قضايا التي تشد الناس إلى المستقبل. إذا أغلقنا أبواب المستقبل كما هو الحال في بلداننا فالناس تعود إلى الماضي، لا يبقى إلا نحن أدنى الناس بأن يعيشوا في الماضي، والناس عندنا 90% يعيشون في الماضي، الماضي الإسلامي، الماضي المسيحي، الماضي الطائفي، الماضي الإثني، لأنه لا يوجد، لم نستطع نحن كنخبة سياسية واقتصادية والقطاع العام مسؤول أيضا، ماذا يفعل القطاع العام؟ ليس لديه أي أخلاقيات وطنية على الإطلاق اليوم في العالم العربي، هو مجرد نهب للموارد وسعي نحو الثورة. لا، ليس المدان هو فقط نخبة سياسية لا تفكر بالمصالح الوطنية حقيقة بعمق وبالنسبة للمستقبل، وإنما أيضا نخب اقتصادية ونخب مثقفة أيضا ثلاثة أرباع انتهازية، وأيضا تعيش على المماحكة وعلى النزاعات العقيمة. إذا لم نفتح أبواب المستقبل
لشعبنا يعني لـ300 مليون إنسان، فبدا الطبيعي أنه التوترات والتناقضات والإحباطات ستثير أكثر فأكثر انفجارات لا نستطيع لا نعرف ماذا يمكن أن يكون مصيره في المستقبل. شكرا. يعني محاور متعددة لكني سأقاوم الرغبة بنقاشها معك بشكل مباشر، وسأطرح سأعطي الفرصة للمشاركين لطرح السؤال. هناك على أمل ميكروفونات الجوالة، رجاء سنأخذ 3 أسئلة، سأعطي الفرصة للدكتور ثم 3 أسئلة ونعطي بعدها فرصة. أرجوكم أن يكون سؤال وليس مداخلة، وأن يكون مقتضب ومباشر قدر الإمكان لكي نفسح المجال بالاستفادة من هذا الوقت. سنبدأ من رفعي الأيدي أولا وبهذا الشكل، تفضل. إبراهيم حبيب من سلطنة عمان. سؤالي: ما دور التدخلات الخارجية في تهجيج الصراعات بين الدول والشعور بعملية الإحباط من لدى الأفراد؟ شكرا. أنيس السمر. سألت يا سيدي: كم من شخص في العالم العربي من الشباب يبادر؟ أقول لك أنه في هذه القاعة فحسب هناك ما يقارب 70 شابا وشابة عربية يبادرون، وأكثر خارجهم. أرجو أن تتعرف عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر حمزة من البحرين. بس مجرد ملاحظات على السريع في أقل من دقيقة. أدب الميكروفون. في أقل من دقيقة. الملاحظة الأولى في قضية إحنا عندنا العرب أحدث جهاز لم تتوصل إليه البشرية، وهي جهاز آلة النسخ، كوبي ماشين. عندنا من أفضل ما يكون، أفضل ما يكون عندنا كوبي ماشين، نستنسخ ما ينتجه الآخرون ونحاول أن نعاربنا، لكن للأسف آلة النسخ النهائية تكون النتاج جدا سيء. بالنسبة لقضية استخدام الجيران الموجودة عندنا من تركيا، من إيران، من الهند، هؤلاء وصلوا إلى تقدم علمي جيد، لكن للأسف الشديد الأثنيات والتخلف العقل العربي في ما يتعلق بالديانة أو بالمذهب يمنعنا من التواصل معهم. جيراننا على بعد حجر، تركيا، إيران، الهند. هل في سؤال إذا تريد؟ السؤال المهم جدا هي صدر. قضية العقلية الاستثمار في الثقافة، وهذا هو المهم الآن في الفكر. لم نصل لحد الآن إلى قضية الاستثمار في الثقافة. هناك عملية فصل بين الثقافة وبين التجارة، مثل ما ذكر الدكتور هناك العقلية الموجودة الآن خصوصا فيما يتعلق بالتجارة أو المثقفين أو أصحاب السلطة، هناك بعد جدا كبير بين الاستثمار في مجال الثقافة والاستثمار في مجال التجارة في حد ذاتها. أكبر دليل اليوم في arabianbusiness.com على سبيل المثال، للحصر اليوم نزل الخبر، ثلث يخوت العالم موجودة في السعودية. ماذا يعني لك ذلك؟ شكرا لكم. هذا هو السؤال، قضية الاستثمار. السيدة هون وبعدين نعطي فرصة للدكتور. تفضلي، ميكروفون إذا بتريد لهم. السلام عليكم. أنا مع كل ما ذكر الدكتور غليون، وألخص الكلام في كلمتين فقط. أقول شبابنا العربي يسامر الفراغ، ومثقفينا يعيش حالة تسكع، فالمثقف يعيش في حالة تسكع والشباب يسامر الفراغ. لا يغرنا كم زائر لمحطة ياهو أو محطة شات، هذا لا يغرنا، هذا ليس تقدما. ولا تغرنا أن أعداد بسيطة من الشباب أصحاب المبادرات وهم أبطال، نعتبرهم أبطال لأنهم تحدوا كل المصاعب. إحنا أمام مصاعب كثيرة للشباب للمبادرات، مش حتى الشباب، حتى مبادرات المواطن الآن تغتال جميعها في ظل ما ذكره الدكتور من سلبيات. شكرا. شكرا. بعد نحمل سؤال آخر، دكتور علي موسى إذا بتريده من الله. عم حاول نوازن ما بين الشقين من الصالة، من بعد نتوقف معك. علي بن موسى، إلى أي درجة غياب المرجعية وتعدد المرجعيات والصراع ما بين الثوابت والواقع الاجتماعي في الدول العربية هو الذي يؤثر على مستقبل الوطن العربي؟ شكرا. إذن 4 أسئلة الإجابة، نأخذ بضع دقائق إجابة ثم نفتح جولة أخرى من الأسئلة. دكتور برهان تفضل إذا في مجال. هلا 4 دقائق. السؤال الأول بيتعلق بالتدخل الخارجي. ما في أي شك أنه جزء كبير من خياراتنا اللي ذكرتها الاقتصادية
والاستراتيجية والثقافية والسياسية مرتبطة بضغوط أجنبية، لكن هذه الضغوط الأجنبية مفهومة، لأن كل بلد من حقه أو هو مدفوع إلى أن يدافع عن مصالحه أو أن يضغط على الشعوب من أجل أن يضمن سياسات تلائم أكثر مصالحه. إنما مسؤولية هذه الخيارات تبقى مسؤوليتنا، ونحن الوحيدين القادرين أن نحد من هذه الضغوط. نحن قادرين على أن نحد من هذه الضغوط، ويكفي أن ننظر، وهذا مثال مهم جدا، مثال تركيا. الأتراك رفضوا الانصياع في فترة من الفترات إلى طلبات حلف الناتو والطلبات الأمريكية لتمرير جيوش إلى آخره، عندهم مش حبا في نظام صدام بهذه الفترة، تأكيدا لاستقلال التركية وسياسة التركية والخيارات التركية، ونجحوا. لم يستطع، وهم دولة ليست عظمى، ولم يستطع الأمريكان أن يفرضوا عليهم شيء ولا أن يضعفوا من علاقاتهم معهم، لأنه الآخرون بحاجة لنا. نحن فقدنا الجرأة على أن نعلن ونتظاهر بسيادتنا، صرنا نخاف أن نكون أسياد، صرنا نخاف أن نكون مستقلين. هذا شيء صار بالنسبة لنا يشكل خطر، لأنه ليس فقط يمكن أن يجعلنا نصطدم مع الغرب اللي يضغط علينا، وإنما يمكن أن يعطي أفكار أيضا للجماهير اللي عم تنتظر فرصة لأنه تعلن احتجاجها وتعلن رفضها لهذه الخيارات. نحن بين نارين، نار الضغوط الأجنبية ونار الضغوط الداخلية، ولذلك نشعر بأننا مقيدين. لم نغير من 30 سنة من سياساتنا اللي هي سياسات حقيقة قائمة على التبعية، وهذا نستطيع أن نغيره، وليس هناك ما يمنع دولة صغيرة مثل إسرائيل أن تتحدى العالم وهي على خطأ وعلى ظلم وعلى عدوان. فيستطيع أصحاب الحق أن يكونوا أكثر جرأة على المطالبة باستقلال وسيادة، وحق في أن يكون قرار مستقل، ولا أن لا أن يعادوا الآخرين، وإنما أن يؤكدوا على استقلالية قرار. السؤال الثاني، أنه طبعا في شباب مبادرين، وأنا برأيي يعني لو لما كان في شباب مبادرين وأصحاب أيضا نخب جدية لما كان العالم العربي ماشي لليوم، كان نهار نهائيا. إنما ما نقول ما هو المقارنة بين عالم عربي يبادر فيه 5% من السكان لأنهم يملكون وسائل المبادرة و 95% مشلولين، وعالم عربي يسقى جميعا بالموارد ويستطيع أن يكون كل مبادر. لكنا أصبحنا لو حصل هذا، وهو ما ينبغي أن يحصل، أمة كالهند، أمة كالصين. نحن المفروض نقيس نفسنا مش بالدول الصغيرة أصحاب حضارة وأصحاب تاريخ وأصحاب كتلة كبيرة متقاربة موجودة على نفس الأرض، نقيس نفسنا بالدول مثل الهند مثل الصين مثل حضارات، أصحاب حضارات سابقة. وليس هناك ما يمنع، وسمعنا اليوم محاضرة يعني صباحا مهمة، لدينا الموارد، لدينا الكتلة البشرية، لدينا الثقافة، لدينا العمق التاريخي، لدينا الإمكانيات، لدينا اليوم الخبرات، لكن هذه الخبرات لا شيء يجمع فيما بينها. لا ينبغي أن نستهين بما لدينا، بما في ذلك مبادرات الشباب والشباب المبادرين، لكن لا ينبغي أن نتجاهل ما أهملناه من شعبنا ومن إمكانيات تقدمنا. الفكرة الثانية، دقيقتين، الاستثمار في الثقافي. أنا بعتقد أنه الاستثمار في الثقافي هو استثمار في الإنسان. الثقافي ليست فقط ترجمة كتب، في الإنسان، يعني في إشعاره بالثقة بنفسه، في إشعاره بقدرته، في إشعاره بإمكانياته، في إشعاره بأنه إنسان حر ومستقل وقادر على المبادرة وقادر على التفكير المستقل، وليس عليه وصايا مبدئية من أحد، ولا ينبغي أن يخشى التعبير عن رأيه وما يفكر به، وهذا غير موجود على الإطلاق. بالعكس، نحن نسير أكثر فأكثر نحو الوصايا. هاي ملاحظتي. وحتى على مستوى التعليم، أردنا أن ندعم تعليما ممتازا
فتجاهلنا الجامعات الرسمية في معظم البلدان، وأصبحنا نعطي رخص لبناء جامعات تتكلم باللغة الأجنبية واللغات الإنجليزية وغيرها، وقتلنا نحن في بعض البلدان في سبيلنا إلى أن نقتل التعليم الرسمي الذي المفتوح لجميع أبناء الشعب من أجل تعليم أجنبي لا يستفيد منه إلا هذه 5% من السكان التي تسري جميع الدماء في عروقها ولا تسري في العروق الآخرين. لذلك بعتقد أنه هذا شغلي مهم، أنه نفكر مش فقط بالعشرة بالمئة، نفكر بالمئة بالمئة من السكان. لا ينبغي أن يكون هناك مهمشين ومحرومين اليوم في العالم العربي ومحبطين. هذا لا ينبغي أن يكون هدف العقد القادم، مش هدف لمليون سنة. النقطة الأخيرة بس أنه الصراع بين الثوابت، نحن الذين خلقنا، بقدر ما يضيق حالنا بقدر ما نتصارع فيما بيننا، ويصبح حتى ما هو أقرب شيء لنا وما يوحدنا مثل الدين سببا في نزاعنا مع بعضنا. واليوم أكثر ما يوحدنا هو الدين، وهو مصدر النزاع الأول فيما بيننا، لأننا فقدنا الشيء الآخر. عفوا. شكرا. في سؤال هون. شكرا. زياد الدريس. دكتور برهان، لما جاءت العولمة طبعا أصبح شائعا عند الناس أن العالم أصبح كله قرية واحدة وانكسرت الحدود بين الدول، لكن أيضا المثقفون فوجئوا بأن الشعوب عادت إلى إثنيات وهويات صغيرة أكبر من الهويات التي كانت قبل العولمة، أو أصغر منها أكثر تجزيئا. العالم العربي أو الإنسان العربي كما يقال بأنه مسكون بالهوية أكثر من الشعوب الأخرى، وبالتالي لديه إشكال متعاظم أكثر مما هو لدي الآخر. لا أريد أن أطيل، لكن فقط أقول كيف يمكن أن نوظف الهوية أو أن نحيد الهوية كحد أدنى في سعينا نحو صنع المستقبل وتحريك العالم العربي والفكر العربي. وشكرا. شكرا. سؤال آخر هون. محمد جاسم العطية من السعودية. شكرا دكتور برهان على المحاضرة الطيبة. عنوان المؤتمر: العالم يرسم المستقبل، دور العرب أو أين دور العرب. دكتور برهان رسم لنا صورة، وطبعا هي بناء على معطيات أنه في إحباطات كثيرة في تقدم العرب، والحضور إذا لم يصفقوا على الأقل تعاطفوا معه. وقامت شابة صغيرة وقالت أنه القاعة مليئة بالمبادرات وصفقوا، إحنا إلى أين؟ مع الدكتور برهان ولا مع الشابة هان؟ شكرا. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن. تفضل. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أحمد اليازجي، وزير الشباب والرياضة في فلسطين في حكومة ياسر عرفات. ليس سؤال وليست مداخلة، وإنما تجربة مرت بها الأمة العربية حينما قررت الجامعة العربية إقامة معسكر للعمل العربي على أرض فلسطين في غزة لمدة 5 سنوات متتالية، وحضر 13 وفد عربي، تحاوروا، بكوا، رقصوا، غنوا. في النتيجة وصلت لنتيجة أن الشباب العرب قد سبقنا بأجيال، وأن المتخلف نحن للأسف. نحن القياديين، نحن الذين نعتبر أنفسنا المسؤولين، نحن المتخلفين عن الركب، والشباب العربي قد سبقنا. وهذه التجربة النقطة الثانية، انه في حديث لمحمد حسنين هيكل الاسبوع الماضي حول هذا الموضوع في قناة الجزيرة، اكد بان الشباب العربي على المستوى الاتصالات والمعلومات شباب واعد، وانه من افضل شباب العالم، وانه مستقبل باهر، وانه واعد جدا. القضية الثالثة، أن رغم كل النكبات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إلا أن استعمال الكمبيوتر والنت
في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية تجاوز 90% من طلبة مدارس فلسطين. شكرا. شكرا. تفضل. أشكر المفكر الكبير الدكتور برهان غليون. لدي سؤال بسيط جدا، إذا لم يكن عصر التدوين الذي كون العقل العربي كما يقول الدكتور محمد عبد الجابري هو الذي يحكم سلوكنا اليوم، فما الذي يحكم سلوكنا كمجتمعات من وجه نظر المفكر الكبير الدكتور برهان غليون؟ شكرا. في سؤال، نأخذ سؤالين بعد من هون من وراء، تفضل إذا بقي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. علي عاقل خليل، سفير في المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط. السؤال للدكتور، هل عدم نشر ثقافة حقوق الإنسان أحد أسباب انتهاك حقوق الإنسان في الوطن العربي؟ الجهل بحقوق الإنسان، انتشار الأمية والجهل في العالم العربي، ووجود أكثر من 70 مليون أمي في الدول العربية يعتبر من أهم الأسباب التي تقف وراء ارتفاع معدلات حقوق الإنسان. السؤال دكتور، لماذا دائما في الشرق لا يتم احترام لحقوق الإنسان، والشرق الذي يوجد فيه كافة هذه الحضارات؟ وإذا أعدنا أن نعود نرى بأن كافة الرسالات السماوية جاءت من هذا الشرق الذي عليه أن يحترم الإنسان. وشكرا. هون الميكروفون يا أستاذ، بعدين أستاذي هنا. سوري، أنا عم بحكي باسم الشباب الموجودين. عندي سؤال، كيف بده يكون في موجود مبادرات شبابية فعالة إذا ما إنه موجود جهات مانحة عربية فعالة لتساعد هذه المبادرات؟ شكرا.